مهرجان ديال اللوز في السبغة ديالو الثامنة، مهرجان ناجح الحمد لله، ظروف مناخية جيدة للموسم القادم، وكنشوفوا بأن الأشجار ديال اللوز يعني تنور بحلة، يعني منورة بالحلة ديالها البيضاء، وإمكانيات ديال اللوز هي إمكانيات يعني كبرى في البلاد. وصلنا الآن 162 ألف هكتار اللي هي مغروسة باللوز، وغادي نمشيو لأكثر من 185 ألف من هنا لأفق 2020، يعني في انتهاء مخطط المغرب الأخضر في هذه المرحلة ديالو. الإنتاج تقريبا 31 ألف طن اللي هي كتكون هنا في سوس، وكتمثل بين 20 و 25% من الإنتاج الوطني. كاين فاعلين، كاين كذلك التنظيم المهني اللي هو واحد العدد ديال الكوبيراتيف ودي جي او اللي تنظموا واللي كيحضروا داخل المعارض الوطنيه وكذلك الدوليه. هادشي كيخلي كله انه القطاع ديال اللوز قطاع له افاق واعده، ويمكن يمشي لاسواق كبيره وما عنده حتى اشكاليه ديال التسويق، وكذلك معروف بالجوده ديالو داخل البلاد وخارج البلاد.